ناس كتير تقول ان حكاية قراية الكف دي من ضمن قراية الفنجان ومن ضمن الودع ومن ضمن الحاجات اللي هي الناس بتعتبرها ايه تحت مسمى الدجل او كده، وفي ناس تانية بره مصر يقولك ان ده علم بالخطوط بالمش عارفة ايه، وان الخط اللي هنا ده العمر والخط ده اللي هنا ايه. احكي لنا الحكاية كده، ايه حكاية الكف دي؟ طبعا الناس اللي بتحط كله في باكج واحده. اولا عرف نفسك للناس. انا المهندس محمد نور سالم، اسمي الوحدي محمد نور الدين. ايوه، مهندس حفر ابار بترول ومياه جوفيه. يعني مالكش دعوه خالص بالقصه. بس وجودك في الصحراء بعيد عن الاغراءات، ربنا بيديكي حاجه بقى، انت بتصلي بالكرو في الصحراء وبتاع، فلازم ربنا يكافئك يديك موهبه منها دي. واخد بال حضرتك؟ يعني ده مش علم اتعلمته. علم، بس الموهبه لازم تبقى البنيه التحتيه لهذا العلم. يبقى عندك الحس يعني. بس انا مش مخاوي، لان في ناس بتفتكر ان انا مخاوي جن او انا بقرا قرين صاحب الكف. لا، ما عنديش الكلام ده.